انا من جديد في زون ميكس في اخر جزء من حصتنا اليوم ونستقبل ضيفنا اللي كان بريفيو يكون بحضرنا اليوم الياس جلاس. الياس اهلا بك. اهلا وسهلا. دونك كما قلت الياس كان بريفيو تكون بحضرنا كما نسيت في اول الحصه. ابارامون فما طارئ عاجل في الاتحاد المونستيري، الوضع الصحي ما بشر شويه هكا؟ والله ان شاء الله ربي يقدر خير كما نقولوا فيها، كل ربي يبدو بينا. تشوف الوضع ماشي ويثيق وكما نقولوا فيها نطلب الشيء فيها العاجل اصحابي. مشيت عملت تيست الياس ولا ديجا عملته من قبل ولا كيفاش؟ والله اليوم مشيت للفيدراسيون، الدكتور الشمي عمل لي التيست، وان شاء الله بعد نهارين تطلع الريزلتا ان شاء الله. واحد لابس وكا معناتها ممكن مش تلتحق بالستاج نتاع المنتخب، نتصور غدوه حتى تشوفوا الريزلتا. اي اكيد اخويا ان شاء الله واحد يكون لابس وكا. ماذا زهر يا اخويا عندك؟ ممكن الدعوه الثانيه في المنتخب ظهر لي ماكش باش تكون موجود على خاطر الظروف هذه، ولا ان شاء الله نتمنى يكون نيجاتيف تيست. ولا واحد يسبق الخير معناها ان شاء الله واحد ان شاء الله يكون نيجاتيف. هذا ايش قول؟ جيت كونفوكاسيون ان شاء الله يطلع تيست نيجاتيف ونكون مع المنتخب ان شاء الله. باه الياس، موسم كبير السنه مع الاتحاد، توا شفتوه بكاس تونس، شنو صار؟ شنو تبدل في الاتحاد؟ انت موجود من عمناوي، العمناوي تلعب على هدف النزول، شنو صار تبدل السنه؟ رشحته لكاس الكاف وكاس تونس تبارك الله. والله يا الستاف تاع عمناوي الامن بينا في الاصعد بريدي معناها امر بالجروب والحمد لله معناها وقت جمعية، ثم الوير عطاو ما عندهم معناها في الروتور والحمد لله معناها من المعنفيان وكاو. مقابلة النهائي شنو عمل الفارق مع الاسبيرونس؟ كنتوا جاهزين أكثر؟ كنتوا مصممين أكثر على الفوز باللقب بالسنة؟ شنو عمل الديفيرينس الياس؟ لا كيما تعرف ما نساوموش الاسبيرونس، يعني كنا أجريسي خير، بروح خير، ثم فولونتي، ثم كما نقولوا احنا بلان معناها مشينا بيه وطبقناه الحمد لله معناها جات ريزلتا وجاي فوق. كنت على علم الياس باصابه مجدي تراوي قبل المقابله ولا لا؟ مجدي مريض عنده برشا تو فريمك يرتاح معناها مجدي. لا انتم قبل المقابله كنت على علم بالاصابه نتاعو ولا لا؟ والله لا كنا ناسمع منه، راح ناسمع في باريس. ظهر الدعوة للمنتخب جات في وقتها بالنسبة لك أنت، اللي ظهر فورمة كبيرة السنة، حتى أنت مبوم من عمناول، أما السنة ظهر وصلت للتوب نيفو نتاعك. والله الحمد لله، أنا السلام واحد يخدم على روحه وكا، وأنا جات كونفوكاسيون كما قلت لك إن شاء الله واحد بما تكون ريزلتا نيجاتيف، وإن شاء الله معناها واحد يكونفيرمي ويكون كيلير معناها في نجم نشوفوك تفك بلاصتك ان شاء الله. نعرف وانت كنت في منتخبات الشبان الكل تقريبا، المنتخب الاول ما زلت هكا تمس في مسين هكا الياس، استاج اللي فات صحيح كنت موجود، كيف استاج هذايا نجم نشوفوك تفك بلاصتك في المنتخب وتنافس على بلاصتك الياس؟ بس لا، على اللي راح تهضم على روحي نجم انا يفك بلاصتي ويكون ابليكي اكثر وكونسنتري اكثر مع المايك ناسيونال، فما دو ماتش اميكو ان شاء الله واحد ياخذ فرصته ويبرهن معناها اللي يستحق. باهي الياس، برشا كلام على وجهتك القادمه ان شاء الله، وين نشوفوك العام الجاي ان شاء الله؟ والله كما قلت لك يا اسلام واحد يكمل التاج كيف ما سمعنا ان شاء الله، من الحاجه الباهي جديد نسيه وجديد ان شاء الله على الاسلام مع بعضنا. مش نختلفوا انا والرئيس بتاعي، فرحان في المسير، ما كان جا اوفر معنا في مصلحه المسير في مصلحه لينا ان شاء الله ربي كافي. هو مازال ما جا شيء لحد الان؟ والله فما عروض، ما انا نخير معناها نكمل ستاج كيت ناسيونال ومن بعد معناها نقعد مع الرئيس ونشوف واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. اي منين اللي فما؟ قلت لي فما مادام قلت لي فما. والله فما من تونس وفما من برا معناها من تونس. فما كلام على كلوب الاسبيرونس سي اس اس موجود هذا؟ والله موجود، ما كيما قلت لك انا نحب معناها واحد يقعد كونسنتري تو على ستاج كيت ناسيونال، فما دو ماتش ميكو يحاول معناها يكون ان شاء الله سيتي، ليش واحد يفك بلاصتي ان شاء الله. خارج تونس فما حاجه نجم نشوفك خارج تونس ولا فقط في تونس العروض؟ اي فما حاجه في برا من تونس ان شاء الله، معناها يمكن دوما نكمل التاج نقعد مع الرئيس ونشوف شنو نعمل. ويل برا من تونس الياس؟
والله سليم خليه بعد الساعه شوي. خبي خليج ولا اوروبا؟ ولا لفريق خليج. عندك عندها علاقه بالفيزا اللي كنت عم فيها وسط الجماعه؟ والله يمكن يمكن ان شاء الله ربي يساعدني في وهو خير وصاو. واضح خويا بالتوفيق ان شاء الله. ما وتيتش المره الجايه كيف كيف مش مسهله الجايه ظهر. شوف انا الظروف صعيبه لغالب ما نجمش نجيب عليك. أما باش تجيب حذايا ماخذين وعد من عندك ان شاء الله. اي وعد باش نجيب حذايا ان شاء الله. في الاوفر الجديد ان شاء الله نجيب حذايا. ان شاء الله خويا ربي سهل ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب لاعب الاتحاد المونستيري الياس اجلاسي. دونك كما قلنا الياس كان بريفيو يكون موجود معنا اليوم اكيد كون بريفيو كيف كيف نعديو معاه الساعه على الكل. للاسف الياس ما نجمش يجي اليوم دونك.